أما إذا الأغنام حرسوه يعني وشنو كيف
فمن هذا الذي هو السيد؟ السيد الذي يحمي. فمن حمى عشرة فهو سيدهم أو أكثر أو أقل. ولما كان النبي مثلا هو المسؤول عن أمة وما أرسلناك إلا كافة للعالمين، كان سيد الإنس والجن، سيد الأبيض والأسود. وهكذا الرئاسة تنتقل من رسول الله إلى من يشبه رسول الله، إلى من يشبه رسول الله، لأن الرئاسة صفات، ليست الرئاسة بالوراثة. مسألة مو قيصرية، المسألة إلهية. وثم لو عرضناها قيصرية لازم تصير القانون العربي الذي يجري على المنوال الصحيح. يعني المنوال الصحيح، الطريقة الصحيحة، يقول عامر بن الطفيل، عامر بن الطفيل سيد من سادات بني عامر، يقول: وإني وإن كنت ابن سيد عامرا وفارسها المشهور في كل موكبي، فما سود اسمي عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمن كبير. السيادة بالصفات التي ذكرناها وبغيرها لا. وإذا وصفت عين من الأعيان، يعني شخصية، إذا وصفت هذه صفة وتلك الصفة قد انحط دونها قدرا تسمى الصفة تهكم. الآن مثلا إذا تجي إلى سيف وتقول هو أسد تهكم، تهكم يعني معنى إذا لم يكن للإنسان، إذا لم يكن فيه إمكان إلا وهو مزج، يعني إذا الإنسان جانبه بل جوانبه كلها متدنسة، يقول ليس للسب فيه محل، هذا يتحكموه، يهكموه شنو؟ مثل إذا أرادوا يتحكموا للفاجر يقولوا للجاهل، للعابد، للسقي والشيء، يعني تهكم، يسمونه تهكم. فالمدح إلى غير أهله يسمونه تهكم، والصفة بالنسبة إلى أهلها ذوق شنو يعني أنا أبرك. أما إذا أنا أجي إلى الممدوح ولا أعطي حقه مثلا، وأجي إلى الذي يستحق الذم ولا أعطيه حقه في الذوق، يقول النابغة الجعدي، النابغة الجعدي يقول: إذا أنا بالمعروف لم أثني دائما ولم أمر بالسلائم المذممة، ففيما عرفت الخير والشر مثله، وشقا إلى الله الأسامة والله. الويش أنا عندي ذوق وعندي تفريغ حتى أفرق بين الفاضل والمخون؟ يا ليش يعني؟ أترانا فقدنا الإحساس أم كانت صفقتنا غير رابحة، أم كنا أهل حيث من؟ وإلا فالفضيلة فضيلة. مثلا الآن إذا أنا أشوف نور أقول نور، ظلمة أقول ظلمة، ليش أنا أقول النور ظلمة وظلمة نور؟ المقصود من هذا شنو؟ المقصود بالرجال، يعني طرف من الأمة يميلون وتزور منهم الحدق، بل ويشرئبون إذا سمعوا صفة آخر محمد. يقول الشافعي، يقول: إذا في مجلس ذكروا عليا وشطيه وفاطمة الزكية وأجرى بعضهم ذكرى سواهم، فأيقن إنه لتلقلقية. إذا ذكروا عليا أو بنيه تشاغل بالأحاديث الرديئة. إلى الآن لو لا من يذكرون عبد محمد الفضائل يشاغل منا ومنا. ليش هذا؟ الويش هذه الفضائل أو مثلا هذه الصفات العالية، الويش أنا الآن ما ألصق بيها واحد صاحب هذه الحسرة شبيه الشيء منجذب إليه. يا ترى أهل الناس فقدت التمييز،
المنافق عند الكافر عنده، لكن أبت النفوس الشقية أن تضرع للحق والحقيقة. النفوس الشقية تابت إلى الآن، يعني الآن نعرف الحقائق لا، ما بين واحد لو يعرف الحقيقة، ولكن تاب النفس الشقية أن تضرع للحق. والله جل وعلا يقول ولو اتبع الحق أهواءهم. الحق لازم أنت تخضع إليه، مو الحقيقة تخضع إليه. احنا لا نريد نخضع الحق لأنفسنا، انت بتخضع الحق وانا بخضع الحق، الحق واحد راح نقضع ولو اتبع الحق اهواءهم، بس الحق واحد يعرفوه. ولكن لا، كلا اكو اوادم كلا بل ران على قلوبهم، اكو اوادم لا ويأبى لاستقام الدواء وفي شفاهم، أكو أوادم لا يابون أن يزرعون للفضيلة. شيء لا يذكر، يقول صاحب المقامات، صاحب مقامات الحريري ما أكو أنا وياك، يعني إحنا بالخطة الكلمات كلها حول خطتنا، حول مخططنا المقصودة، يعني نتعداها، ما عندنا تعدي اليوم إلا باب الحوائج، قمر العشرة، باب الحوائج قمر العشرة. والله معاوية بن أبي سفيان يقول صاحب المقامات، معاوية بن أبي سفيان في كل 6 شهور يجيب له صاحب السرير، ما في صاحب السرير منه يعني روسيا، يجيب له في كل 6 شهور 30,000 سيف، 15,000 مثقال من الذهب، القلب من الخير. لويش؟ قال حتى يبحث بها جانب الكفر ويقوى جانب الإسلام. ياخذ من عندهم دواء كل سنة، كل سنة مرتين. فطرش البعد 500 نفر، البعد فيها 500 نفر فيها رجل كأنما خصل من جبل، رجال كأنما فصل من جبل، يعني قطعة مختلفة. الثاني رجل طويل كأنه النحلة تحوم. قالوا إلهم قولوا لمعاوية بن أبي سفيان إن وجد في جيشه او في بلده او في الجزيرة، يعني العرب، اذا يوجد فيهم من يقاوم هذا الرجل قوة ويناسب الاخر طول سلمنا لهم، اذا ما عندهم رجال مثل هالرجال ابدا، عندهم يعني فهلوان مثل فهلوان، هذا معناه، وعندهم رجل يساوي هذا الرجل يسلم لهم، ما عندهم ولا كمان الله، يعني معناهم هذه الألوف والملايين كلها ما لها قيمة، إنما قيمة المصر أو الناحية قيمتها برجل أو رجلين. فهم يعني فلما وصلت رسالة صاحب السرير والبعث يا 500 وبيهم هذا الرجل العظيم الذي كأنما فصل من جبل، اتحير معاوية، لا فاده الذهب ولا فاده جيوش الشام ولا قال عمرو بن العاص قلنا هذا شنو هذا، يعني ما الذي نصنع؟ والشام او العراق او لا يوجد فيها رجل يقابل هذا الرجل. قال عمرو بن العاص يا معاوية ليس الا الفضل يا اهله. قال ابعث الى المدينة ياتوك برجلين، فيجيبوا لك رجلين والا ذهب ملكك. شو
الشام كلها راحت والعراق والحجاز كلها راحت. قل هذا البعض كله قاعد حارس يشوف اكو عند معاويه رجال ولا قال لازم تطرش المدينه ياتوك برجال لا يوجدوا الا في المدينه. من وين؟ قال من البيت الهاشمي. طرش الى المدينه انتخبونا منه محمد ابن الحنفيه وقيش ابن سعد ابن عباده الانصاري. والله انتظروا حتى يصلوا عن ذلك. فوصل محمد وقيس ابن سعد ابن عباده الانصاري. صار يوم لابد معين اجتمع اهل الشام ويا ذهب البعض 500 وهذا العلج الله اكبر. يعني بحيث لو تعلق بيمينه 10 كما كان العشرة إلا كالذباب. شوف 10 يتعلقون به شنها ذباب فهلوان. يعني عندك رجال يقاوم أهلوان سهلا ما عندك رجال بمن لا. ولا لما اكتمل المجلس قالوا يلا محمد فضلوا يا هذا العيش انت يا قيس. قال قيس إنه لقبيح عند العرب أن يخلع العبد أن يخلع الرجل سراويل أمام الجنب، لكن أخاف أجيب سراويل وتقولون أنا جبتها يعني هذه مو الذي أنا ألبسه. قام وخلع سراويله وقال لهذا الرجل المتناهي في الكل اللي يقول لسه لبس سراويل قيس وإذا بها من صده إلى الأرض. يعني معناه ضاع طوله وعرضه بالنسبة إلى قيس. لأن قيس بن سعد طوله 18 شبر في عرض 6 أشبار من أشبار 18 شبر من أشبارهم في عرض 6 أشبار. إما محمد بن الحنفية فيحمل الصفات. وما صفاته؟ قد تساوى الساعد مع الذراع. موصوف محمد كان محمد إذا قبض على الدينار، هذا الدينار على الدوام يذهب كتابته دينار 10 كل واحد بين أنملته يقول في سبع بالكتاب والدرع عنده يفصله كما يفصل القرطاس الحديث. شلون رجال ذلك؟ والله فشل البعض بالنسبة لهذا الرجل المتناهي في الطول. بقينا الآن محمد يعني صراع. قال اريد نشوف نقطة اختبارية. قال له محمد تخيل له حق. شنو؟ قال له انا اريد اقعد واعطيك يدي تحفحني من الارض. انا بمسك ايدي وانت شيلي. فجلس له محمد واضعا يديه على ركبتيه وأورد يده. كم هذا العلم أخذ يد محمد حاول الزغزاول راد يحرك وإذا به كالجبل. كان الجبل يتحرك محمد يتحرك إلى أن بدأ منه العرق وبان عجزه أمام الجمع. خلاص الطاقة انتهت دوري يتعثر بقوة خلصت. فهنا قال نعم. قال اجلس لي. جلس لي محمد. قال اعطني يدك. بمجرد أن باشرت يد محمد يده مولانا قد قبل السنة. رجع البعض بالانكسار واستقر معاوية على ملكه والأمن عم جميع الأمة ودخل عليهم العز من رجلين. العز من رجلين. أحد الرجلين محمد الثاني خادم آل بيت محمد. تصور هذا هو بيت العز وبيت الرئاسة. كان إلى هذا الذي نحن بصدده وفي ذكراه وهو قمر العشيرة. هذا قمر العشيرة صفاته شنو؟ احنا ما نعرف الصفات. لو كان صفات قمر العشيرة صفات قيس كان قالوا طول قيس. طول قيس ومقاس عندنا وقيس طوله 18 شبر في عرض 6 أشبار.
محمد الحنفية ستة أشبار في ستة عشر شبر. على الصدر ستة أشبار وطوله ستة عشر شبر. بس هذا الولد أو نقول البطل وهو قمر العشيرة كم طوله؟ طوله ومن هو؟ ليش ما قالوا عن قمر العشيرة؟ ليش ما قالوا طوله طول كيف؟ هذا الذي يضربون فيه مثل في زمن يوجد فيه رجال طول الرجل 18 شبر. يضرب به مثل في زمان رجال الرجل يخوض حرب الحرب 20,000. ليش ما قالوا كان قمر العشيرة طول قيد ويقاس مثل كشجاعة محمد؟ ومحمد الحنفية الذي يحمل على 35,000 من الشبر روحه. مو عجوبة ترى من أولاد عمي. 35,000 يشق بحرا من رجال محمد الحنفية، والسيف يشتغل والروس تمطر والأيدي تتقاطر، وما كان يرجع إلا بالجمل عند الجمل يخوض بحر من رجال العباس. ترى ما العباس، فهذا البطل منه؟ من هو هذا البطل؟ من هو؟ محمد بن الحنفية، هو المعروف ابن الحنفية، أم خولة، الأم خولة الأبو علي بن أبي طالب. بس رسول الله يقول الرضاع يغير الطباع، الرضاع يغير الطباع. وأكرم وأن عندي محمد وأكرم بخولة، لكن لا كفاطمة. خولة ما عندها أخو يعد بخمسة آلاف أو عشر، ولكن فاطمة عمومتها خولتها إخوتها أدنى ما يعد الرجل منهم بخمسة إلى 20,000. انت فتش شوف. وما قولك في رجل أقبل بنفسه والسيف في يده يريد يشيل راس محمد وراس علي ويقتل المدينة الهويجية بروحه؟ هذا شنو يعني؟ شيء عجوه بكم؟ أربع الطباع، الرباع يغير الطباع. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تزوجوا واختاروا لنفسكم. ترى عني النفة هي لكن تتغير. التربة لها مدخلية، الرضاعة لها مدخلية، الأم لها مدخلية كبرى. فالحكايات معروفة عندكم مقررة. اطلب لي امرأة ولدتها الفحولة، قال له والله ما أشوف امرأة تلائمنا وشوية تقربت بالنسبة للهاشميين إلا فاطمة. عقيلة أطفال تزوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأول ولد جابته قمر العشيرة. القمر العشيرة سموه قمر العشيرة. شنو قمر العشيرة؟ يعني الجمال في هالعشيرة قحط، الجمال إنما جمع فيهم، وهذا يسموه قمر العشيرة، يعني له وجه كدائرة القمر. شنو هذا الولد؟ يعني انا صار ما اقول شنو الولد هذا وما صفاته. والله احنا ما نقدر نوصف، فقط عندنا يقولون نسمع، يقولون اذا ركب المطهم رجله. شنو يعني اذا ركب المطهم رجله يخطه بالارض؟ شايف المطهم انت؟ شنو المطهم؟ عندك اليوم واحد يركب حصان رجله ورجله يخطه بالارض، اكو حصان عادي؟ من هذا؟ رجله يخطه الارض بعدنا ما عدنا ما عرفنا. لكن ناخذ الحكايه من الحسين كلمه هاي كفتنا الامور كلها. علامه الحسين يقول له انت العلامه. شنو العلامه؟ يقول له انت الجبل الذي لا يغطيه البحر بامواجه يكفي. وهاي الحسين ما قالها لاحد. يقول له انت العلامه يعني الجبل الذي لا يستره شيء ولا تغطيه البحار بأمواجها. يقول له انت من بعيد جبل، ولو يصير العسكر جرار العسكر مثل الماء وانت جبل، ولو يضرب بأمواجه خلي يضرب. شايف العباس جبل، امواج الرجال تتلاطم تضرب ماكو. هذا هو العباس. ماكو ما سامع؟ انا احكي لك فقط اذكرك. شنو العباس؟
أما كان العباس جبل؟ أما كان العباس تسرع عليه السهام وهو كان جبل؟ ما يتحرك يمشي. ليش الرجال تنجحون من بين يديه؟ ليش ما يوقفون؟ من الذي وقف أمام العباس وما رجعته؟ يقول الحسين يسأل علامة لو أصحابي كلها تروح لكن الجبل باقي الحسن باقي. ترى صدر العدو مملوء هيبة، القلوب مرعوبة، وما دمت أنت يا أبو فاضل موجود ترى قلوب العلويات في أمن وقلوب الأعداء في الخوف. يتولى الحراسة صوت بسها صوت قبر العشيرة رحم الله بن فايز يقول موجودها مر قمر العشيرة على الأنصار ولانهم حاطين سهام ينزعوها بسم الويش. قالوا يا قمر العشيرة نحن قليلون والأعداء كثيرون وما كل سهم يصيب مقتل، لكن السهام أن أصابت نفذت يعني تجرح أي جانب من جوانب الإنسان يكون تورث العصر رحم الله بن فايز. قال سهمي أنا ما يريد جسمه والصوت عالي وتسمع الدم شاهدنا وتسمع سكينة وام جلتم يعني الصوت منا يسكن قلوب قلوب العلويات ومنا لا يخلع قلوب الأعداء. سهمي أنا مليك لسموم والصوت عالي وتسمع القوم وتسمع سكينة وام جلتم وقولوا لطير بالملا يحوم باشر ديني ويشبع الحوم. يقف هذا البطل سلام الله عليه يقف هذا البطل أمام الحسين يقول له يا أخوي اتهمت من الحياة ضغط صدري ما صدري يعني كل ساعة ولد كل ساعة أخو كل ساعة شاب والله ضغط صدري تعيش الحياة حجرها. أخي لقد ضاق صدري من الحياة وأريد أخذ الثار من هؤلاء المنافقين هل من رخصة؟ نظر إليه الحسين قام ينظر إلى من القبل القدم باوع الجبل قال لأنت مجمع عذابنا فإذا غدوت يؤول أمرنا إلى الشتات وعمارتنا تنبعث إلى الخراب. قال فداك روح أخيك أريد أخذ الثار من هؤلاء المنافقين. قال أخي إذا غدوت إلى الجهاد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليل من الماء. ولما أجاز الحسين أخاه للبراد برز كأنه الجبل لكنها الكلمات هذه برز كأنه الجبل العظيم وقلبه كالضوج الجسيم لأنه كان صبورا على الطعن والضرب في ميدان الكفاح والحرب. كان بطلا هماما وفارسا برغاما اندفع قمر العشيرة وين قال توسط الميدان. والعبارة هذه ما معنى دفع وحي توسط الميدان؟ يقول إسحاق بن جثوة رأينا رجل كأنه قطعة من جبل مدجج بالحديد لا ترى منه إلا عيناه فانخدعت القلوب عند رؤيته. دفع وحيدة وسط الميدان يا ابن السام هذا الحسين ابن بنت رسول الله يقول لكم إنكم قتلتم أصحابه وإخوته وأهل بيته وبقي مع أولاده وعياله وهم مع ذلك عطاشة فأحرق الظما قلوبهم فاسقوهم شربة من الماء لأن عياله قد وصلوا إلى الهلاك ومع ذلك يقول لكم دعوني
أنصرف عنكم إلى طرف الروم والهند وأخلي لكم الحجاز والعراق وأشترك لكم إني يوم القيامة لا أخاصمكم حتى يفعل الله يصنع الله بكم ما يريد. جانب من العسكر لزم الصمت. الجانب الثاني ظل يبكي. خرج إليه شمر وشبك من ربعه وقال له يا ابن أبي تراب قل لأخي كالحسين لو كان وجه الأرض كله ما وهو تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة حتى تنزلوا على حكم الأمير يزيد. تبسم قمر العشير. ما تبسم يعني جنون؟ تبسم قمر العشير ورجع عين الحسين سلام الله عليه وأخبره بمقالة القوم. فبكى الحسين حتى بلت الدموع لحيته. الآن مقام قمر العشيرة شنو؟ واقف شلون يمشي عن أخوه بقلبه ويعلم عن محله هو الركن. الركن يقول الباخر ركن من أركان جدي الحسين ركن قمر العشيرة ركن. هذه بعض عن حسين يهدرك للحسين. وقف قمر العشيرة الآن شلون ما يحتاج إلى جسارة مرة ثانية؟ يقول له رخصة لكن تجي الرخصة إن شاء الله. وإذا بالضجة من النساء والأيتام وعطشا جل يا أبو السجاد جل يا أبو السجاد رخصني العزم عاد جل يا ابو السجاد رخصني العزم هاج مالي يا اخويا عن ورود المشرالات قصدي اروي مهندي من فهم لو داج طفلك يا اخويا حسين فش قلبي بونين يا حسين فكنا بطفلك الملهوف جدري سايب الصادة وحالتي والله شعبتني وحال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تجري بدونا والرضيع يدير عينه حلت مدامعها يا أخويا وقفت حجاي بصفي بصفي بهنسرة تقولي عطشانة عطشانة حلت مدامعها يا أخويا وقفت حجاي تنزحب وتقول لي يا عمي دايب حجاي مدة ثلاثة أيام والله ما بقيت معاي وإحنا يا أخويا الموت لازم وارمينا جدا يا ليت الحرم نأدي حقها حق مر العشيرة نأدي وحق الولاء يوم يومك ويومها جلا يا ليت الحرب يا شال الحملنا خلى يا خويا من العطش يهلك طفلنا ضل يا عين الجيش لا تشتت شملنا بعدك يا خويا سمين عدوانك علينا عباس 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 خويا وحدتي بعدك مشيدة صعبة صعبة أخوك ينهار عباس خويا وحدتي بعدك مكيدة وتدري لأخوني الموت ما يسلم عبيدة وانت يا خويا الجيش صرت أعلى وعميدة والحيد يضعضع من يفارق عوينة جل عجل بتموت نسوتنا الضماية واحنا يا ليت الحرب فرسان وشفايا يا حسين رخصني انكس هالضوايا خيك يجيب الماي لا تقطع يمي سالنا ان شاء الله ولما اجاز الحسين اخاه الجواز برز قمر العشيرة توسط الميدان جعل قصده المشرعة وكان الحسين قد جعل على المشرعة 4000 من الخوارج تحت قيادة عمر بن الحجاج الزبيدي. فلما نظروا إلى قمر العشيرة مقبل إلى المشرعة صوروا عليه السهام كالغيث
كالجراد المتطاير وهو كالجبل العصم لا تزلزله العواصف ولا تضعضعه القواصف. يقول إسحاق بن جسور: إن هزمنا من بين يديه وتفرقنا على رؤوس الجبال والأكمات وراح الميدان على حساب قمر العشيرة. المسرع ما قدامها أحد. وين؟ قال اتفجرنا اتفجرنا عنها. شلون هذا؟ قال مثل الزلازل، رحمك الله مولا عظيم، مثل الزلازل من حجر تسمع رعيده. شلون راح تتعمل زلزله؟ مثل الزلازل من حجر تسمع رعيده، متبختر مكيف ملاقى الموت سعيده، حسن القمر سيفه وعزرائيل بيده، ضيق صباحه والعساكر شافت اهوال، شعت جبينه وصار ما تذهب بالامصار، ومن صرخ شقاك انجمع مثل الرحادار، وفاضت الصفوف الغادريه وصاحت النار، تسم تليج اغمد الفتارك يا زبده. صاروا لهلها بصولته وطلعوا نشرها، وزوايبه فوق المتن طلعوا نشرها، وطفح بميمونه على اليمنى وكسرها، وطشر اليسرى والقلب من مركز زال، عيون المساني من ظهور الخيل شلم، كم حيد مدرع خطف والعسكر في ضعضع، وكل ما تراكم غيمها نوره تشعشع، فرت وحث الموت يلقب وين الابطال، فرت وظنت حل عليها نافخ الصوف، تطلب الملجا والرمح يلعب من السور، والشمس تتلظى وقلبه من الظما يفور، لكن والسكر سكنه واخوه حول النهر ما ما ادري ما ادري، والله ما اعرف شو اقول يعني. انهرنا احنا، الحسين انهار، زينب انهارت. وين؟ كان زينب في الخيمه، لكن طلعت الى جنب الحسين يقول بعض الفضلاء، قالت اخي وينك؟ ابا عبد الله ضع يدك في يدي وضع الاخرى على قلبي اشوف ارعك. وحسين بعد مركزه وتجري دموعه، وانا سبتك الكفور واخلاها جموعها، طلعت مريبة وتنتظر نبر جمهور، تصيح الكفيل ابطا عدا يعود خيام، جنها يا زينب للنهار واخلى ملازمها. اي مسرور مسرور انت، والله انا مسرور، والله مستعسين بهالحملات. قالها يا زينب ابن النهار حوال جود واخلى ملازمها، عاد تسلم سنود من الله. خي الشراح والذي الأطفال شغلها، لما قمر العشيرة حمل على الميمنة قلبها ميسرة، الميسرة ميمنة القلب جناحين، دارها كدوران الرحى حفظها كحص السنبل أو كالنار في الحطب. قال إسحاق بن جسوة: إن هزمنا من بين يديه على رؤوس الجبال والهكمات حتى دخل المزرعة وتملكها، هزمنا عليه حمل علينا وكشفنا، هزمنا عليه حمل علينا وكشفنا إلى ست مرات من واحد. هذا الجيش، الجيش البحر مفلاقا، ما هو إلا أن يكر عليه قمر العشيرة. علمنا أن لا طاقة لنا بمقاومته فتفرقنا، لكن نزل إلى المشرع بالسلطن
ماكو عندها ماكو مطمئن مطمئن ولو رجلها ولو رجل من على ظهر الاحصان وباشر قدمه ماء الفرات وطقت البروده طقت البروده بالراس مولانا وقامت تروح ترفرف ترفرف على الماء غرف غرفه يا روحي يا روحي ترفرفين على الماء وانت عزيزه لكن لا الحنين عزيز يا ناس يا ناس من بعد الحسين هوني وبعده لا خير ان تكوني هذا الحسين شارب المنون وتشربي بارد المعين هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين ملأ الكربة وكاها وضعها على كتفه خرج سلام الله عليك أنه لذت نادى عمر بن سعد يا ويلكم احملوا عليه من كل جانب حولوا بينه وبين الخيام والله لئن وصل العطاء إلى الحسين بالماء لا قدرتم عليه ظل بالضمى جاج العطاش وطلع بالجود من حيدر ظل بالضمى جاج العطاش وطلع بالجود والدروب بين وبين خي حسين الجود نصال وسطى وسيفة وصاد بروك والرعود والرود تنطر والدموم تقول طوفان ركب عمر بن زياد براية تحتها ستة آلاف فارس ركب خولة براية تحتها أربعة آلاف فارس ركب شمر براية تحتها أربعة آلاف فارس ولا زالت الراية تترى حتى أدركته الخيل والرجال كأجام القصص قابلها بعزمات كعزمات حيدر يقلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة والقلب على الجناحين دارها كدوران الرحى حصدها كحص السنبل أو كالنار في الحطب قال ابن سعد ويلكم حولوا بينه وبين الخيام يقول بعض الفضلاء زينب واقفة ويدها في يد الحسين وإذا الحسين أخذ يده من يد زينب شكو خطر أخي أصيبك قال يا زينب ولكن الخيل والرجال قد حادت بيني وبينه كبي جناح الجيش انطبقت انطبقت تصرخ لكن قمر العشيرة هنا يلعب بها وقال مولانا يتموج بها يتموج يقلبها يقلبها لكن ريح الصرصر ريح عاد يقلبها الميمنة ما يترك بس الميمنة ما تنقلب مجانا إذا قلبها شلون ترجع برا من الموت لون يقلبها منها وترك تنقلب قطعا منها ريح تقلبها انا اقلبها منها تقلبها اكو قوة تقلبها فكر لازم واحد يعاوني بالميدان كريتنا خلجي وحسين انت خصال عباد باليمن هو حذر لا الحيلة عباد باليمن هو حذر بالشمال وصبوا على العسكر من البردن بالدال والكل قصد خيا ورثيب العلم من الشمال العباس القاتل من جانب الحسين من جانب وإذا يسمع قمر العشيرة صوت من بين الصفوف أين أنت يا عبيدي أين أنت يا حجام ظهري اتجاوبت 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 أصوات ولا تحيطك شمس النبوة وقمر هاشم يوم عاشور شد وسحاب من الكتايب والسما تمور ودار الفلك بيها وتلاقى النور بالنور احتضنا وزينب وطبعا تترحب بالاخوة إلى إلى يا أخي سند إلي وأسند إليك اعتنق رجع إلى الخيمة كالقمرين وزينب واقفة فاتحبا هلا ومرحبا هلا ومرحبا ويا حي هالإنوال من بيت نيزالي مخيم
لولا القضاء والله لولا ما خطه القلم على اللون من كون قمر العشيرة يقتل وينكسر لقتله ضار الحسين قسما بصارمه الثقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسمه لولا القضاء. رجل رجل يدير رحى الحرب هالميدان هذا كله يذكر هالرحى تذكر وخطبها تتطور قايم شم وظيفة ثقة ثقة المفروض على أن الماي العوادم تشيله يشيل الماي يشيل اللوى هو كتيبة هو يحامي هو علم الخيام شم وظيفة يكون فيه يحمل على الميمنة والميسرة والقلب والجناحين لكن أدركته الرجال والخيل كأنها الجرى أو قبر المطر وابن سعد عليه اللعنة ينادي حوله بينه وبين الخيام لئن وصل العباس إلى الخيام لا قدرتم عليه شيعي محبي العباس يقاتل يقلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة وهو يستجد والله انقطع عنه يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني يحمل على الميمنة يقلب والميسرة والميسرة ميمنة والقلب جناحي يا محبين بينما هو يقاتل كمن الله رجل ملعون ضربه بالسيف على الثمار أنا منادي وراءك أخذ اللواء بكلتا يدين مقطوعتين وجعل يحامي كأنه الأسد قال ابن سعد يا حمّل اكفنا أبا العبد قال الملعون أرى رجلا مدججا بالحديد لا تفهم منه إلا حدقت عينه فيها وضع الملعون سهما في كبد قوس فضربه نحو العباس وقع السهم في عينه بقي العباس في حلوه لكن عظمه قوي بوجود قربه قال ابن سعد يا قوم خفقوا السقام من خلفه بينما العباس على تلك الحالة وإذا بسهم قد أراك ما القرب ناد العباس واخذ متاه من عيدان أبي عبد الله الحسين ضعفت قوته وهو ملازم للواء اللواء يميل دارة يمنى سارة يسرى وجه وجه إلى الحسين جدكم يا مجد عليك الصوفي يقوم يوم على الماء بالعجب شوف الميمنة يا أيها الشارع بالله عليك إذا علمت على قتلي
تعني سويعة كي أتزوج بن قرينة وابن والدي الحسين. جل الحسين أخي قطع ثياب قلبي أنا أخوك. أخذ رأسه مر على التراب رفعه الحسين وضعه في حجره إلى ثلاث مرات. قال له أخي ما بالك كلما وضعت رأسك في حجري مرخته في التراب. قل له نور عيني أخي حسين أمن المروة أم من العدالة أموت ورأسي في حجرك؟ وضعت ساعة من يضع رأسك في حجرك؟ Yeah, I think that's it.
الحروب
أمكم المؤمنين ينسبكم لمعانة ضعيفين صغيري السن يعني بلدكم، والفقير في البلد حجة على أهل البلاد، ولتكن مجالسنا بركة وتعد بركة النفقة علينا وعلى ضعفائنا، فأعينها عنكم الله. عبدها السيد الفاتحة قبلها صلوات.